العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية. مساء الخير دكتور محمد. أهلا أهلا بحضرتك أستاذ أهلا عزة. بحضرتك أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور محمد، أهمية الزيارة وتوقيت هذه الزيارة حضرتك شايفها إزاي؟ يعني يمكن النظر إلى هذه الزيارة من زوايا عديدة. الزاوية الأولى أن العلاقات المصرية البحرينية نموذجا للعلاقات المصرية العربية أو العلاقات العربية البينية. البحرين مصر دعمت يعني منذ اليوم الأول لحصولها على الاستقلال عن الاستعمار البريطاني، كانت مصر من أوائل الدول التي شارعت بالاعتراف لاستقلال البحرين عام 71. تقديم أول سفير مصري لأوراق اعتمادي بالمنامة 73. حتى عندما تم تحويل البحرين من نظام الإمارة إلى النظام الملكي بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في عام 2002. أضف إلى ذلك أن البحرين على الجانب الآخر كانت من أوائل الدول اللي أيدت ثورة 30 يونيو اللي احنا بنحتفل هذه الأيام بمرور 6 سنوات على تدشينها. العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى كان عنده حرص بشكل مستمر على مشاركة مصر في لحظات فارقة زي حفل تنصيب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضور افتتاح قناة السويس ومؤتمر مصر للدعم الاقتصادي الوطني، القمم العربية اللي شارك فيها مصر وحتى القمة العربية الأخيرة ترأسيتها في دورتها الأخيرة. كان احنا نتحدث عن نموذج لعلاقات مستقرة ما بين دوليتين رئيسيتين في المنطقة العربية مصر والبحرين. هناك أيضا بعد يرتبط بالتوافقات المشتركة ما بين القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين إزاء التغيرات والتحولات الإقليمية. أولا البحرين تشارك مصر في فكرة التوصل إلى تسوية سلمية للصراعات العربية الداخلية المسلحة سواء في ليبيا أو اليمن أو سوريا. مصر والبحرين لديهم موقف مشترك من محاربة التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة العابرة للوجود. ورغم أن جماعة الإخوان في البحرين كان لديها تواجد في المؤسسة التشريعية البرلمانية، لكن البحرين دعمت مصر في موقفها تجاه تصنيف مصر جماعة الإخوان كجماعة إرهابية لأنها حملت السلاح وخرجت على الدولة والمجتمع. هناك أيضا توافقات مشتركة ما بين القيادة المصرية والقيادة البحرينية في مسألة توحيد الصف العربي، تعزيز الجهود اللي بتبذلها القاهرة لصالح الأمة العربية، ومسألة ضرورة أن يكون هناك توافقات ما بين الدول العربية لمواجهة التدخلات من جانب القوى المقدمة. ورؤية القيادة البحرينية بالنسبة للقاهرة إنها موازن للتهديدات التي تمثلها بعض القوى الإقليمية وأقصد بها تحديدا إيران. هناك أيضا جانب زي ما حضرتك أشرت إليه هو مرتبط بالعلاقات الاقتصادية. يعني رغم إن ده مهم، بس قبل ما نروح لل